حين يغدو العشق في عينيك معبد خيولا عربية وقصورا بابلية أرفع الصوت وأشهد أنك الحب الكبير. حين يغدو العشق في عينيك غابة يقتل العاشق فيها بالحراب، أمتطي ظهر سحابة وأنادي آه يا تلك العيون، فيك قتل ودمار واغتراب، إنني أهواك حربا وسلاما وارتياحا وعذاب. صباح الخير. صباح الفل. صباح الفل. طبعا يعني عرفنا من بداية الفقرة انه معانا دكتورة هناء البواب وهي شاعرة، اليوم رح نعرف اكثر عن شعرها، واكيد اخذت فكرة عن هذا الشعر الجميل اللي بلشنا فيه في بداية فقرتنا لليوم. صباح الخير. صباح النور. الله يسعدك. بألف خير وصحة وعافية. تعودت الناس تسمع صوت فيروز صباحا، فحكيت اليوم خلينا نبدأ بشعر صباحا قبل ما نسمع لفيروز. أهلا وسهلا فيك. يعني احنا بنحب صوت فيروز لكن بنفتخر أيضا. الله يسعدك. بصوت حضرتك وبكتابتك وبإلقائك. شرفتينا ونورتينا دكتورة هناء. طبعا يعني في بداية يمكن لقائنا حابين هيك، ما إننا سمعنا وأخذنا فكرة عن شعرك يسلم لسانك، عم نحكي عن المرأة اليوم، ولأنه خفيك اليوم يعني يوم المرأة العالمي، كان في كتير دول اصلا عم بتعطل في هذا اليوم، المراه عم بيعطوها اجازه. شو بتحكي لنا عن المراه والشعر والادب، بما انه اليوم رح ناخذ عده انجازات للمراه؟ تمام. بدايه كل عام وانت بخير وهذا الوطن بخير، كل امراه في هذا الوطن بالف خير وعافيه. بلا شك انه هذا اليوم اللي حدد هو يوم 8 آذار ليكون يوما عالميا للمراه لم ياتي من فراغ. صحيح. بالتأكيد أنه يعني هذا اليوم لهذه المرأة فيه إنجاز، بدءا من عام 1945 لأول اتحاد لمنظمات أو المنظمات العالمية الديمقراطية للمرأة، المؤتمر الذي عقد في باريس عام 1945، يعني حدد هذا اليوم بالذات لإعطاء المرأة كل الفرص وكل الوجهات والأحقيات بأن تأخذ مسارا مهما على مستوى العالم. لو جئنا الآن على مستوى الأردن، لو تحدثنا بشكل خاص على مستوى الأردن، لن ننسى أنه من عام 1995 مثلاً بدأت لجان المرأة بقيادة سمو الأميرة بسمة المعظمة. لا ننسى دور يعني الملك عبد الله، لا تنسي أنه الملك كان أول من أعطى المرأة هذه الحقوق، تحدث بصراحة وبشكل واضح عن حقوق المرأة. جلالة الملكة رانيا كنموذج تستقي أفكار جلالة الملك ويعني ما يضعه من خطط لتطبقها في الجانب الأنثوي. فكل هذه الأشياء تجعل للمرأة مجالا واسعا في أن تكون هي كما يعني يقال هي الأقوى الآن، يعني بدليل أنه لم تعد تناقش حقوق المرأة. حقوق المرأة لم تعد تناقش لأن المرأة استلت حقوقها ربما وزيادة أيضا. الآن نحن لا نناقش حقوق المرأة، هذا أمر أصبح مفروغا منه. يعني الجانب اللي أصبح أهم الآن أن المرأة أصبحت هي المرأة الأم، المرأة الأخت، المرأة الابنة، المرأة العاملة، المرأة السياسية، المرأة البرلمانية، المرأة المثقفة، المرأة الاجتماعية. صحيح. يعني غطت هذه المرأة في جميع الاتجاهات في جميع المساقات وأعطت دورا مهما لنفسها. اخترعوا لنا مصطلح الجندرة مثلا، فكرة المصطلح الجندرة الآن اللي طلعوا فيه لمحاولة وضع مساواة بين المرأة والرجل، عدم التمييز، لم نعد بحاجة لها. فالمرأة أصبحت الآن يعني هي تأخذ حقوقها، لم تعد بحاجة لأحد ليعطيها هذا الحق. يعني بدليل أنها دخلت الآن الجامعة كطالبة، لم تقف عند تخرجها من الجامعة بل أكملت دراساتها العليا، أصبحت المهندسة والطبيبة، دخلت السلك السياسي البرلماني، أصبحت هذه المرأة وزير وسفير يعني أخذت وغطت في جميع المجالات. في أي اتجاه ستجدي للمرأة حضور. صحيح. ووجود، وهذا دليل على أن المرأة استطاعت وبخلال العقدين الأخيرين على الأقل أن تكون هي الأقوى، وهي التي يعني في النهاية يعني تعطي لنفسها مجالا واسعا في العمل. لا ننسى جانب آخر اللي هو المرأة الزوجة، يعني بالإضافة إلى كل هذا هي في النهاية إذا انتهت من كل أعباء ما تؤديه، هي في النهاية أيضا
تعطي دورا آخر لنفسها ولغيرها، فهي لولا وجودها في حياة الرجل مثلا هذه المرأة لم تستطع أن تنجز، أو لم يستطع حتى الرجل أن يكمل معها هذا الطريق وهذه المسيرة. ويمكن هاي الدكتورة اللي بنحكي عنه إنه العبء على المرأة بيكون أكبر. يعني مضاعف. صحيح. يعني صحيح. إحنا دائما ما بنقول ما بدنا نلغي دور الرجل أبدا، ويمكن لما مرات كثير بنقول عن حقوق المرأة وبدنا نحتفل بالمرأة بقولوا يعني خلص للرجال، يعني بدنا يوم إحنا في هذا الشهر في يومين للمرأة في مطلعهم وفي طبعاً. نهاية اللي هو عيد الأم يعني إحنا كأم. أبدا ما بدنا يعني نكون ند للرجل، الرجل الأخ الأب ندية. الزوج هي ليست ندية بالضبط، لكن إحنا بدنا نمشي جنبا إلى جنب بالضبط، بالذات إنه يعني كما قلت لك في العقدين الأخيرين استطاعت أن تثبت نفسها بذات خلال يعني الفترة السابقة أنها كانت ضمن تشريعات معينة المرأة يعني لم تستطع أن تصل إلى ما وصلت إليه اليوم، فهذا كله يعطيها مساحة أوسع للتعبير عن نفسها. بس احنا شوي طماعين يعني بنضلنا نطالب وبنضلنا لا بطلنا نطالب بحقوق بطلنا نطالب بمساواة، صرنا نطالب بالأكثر الآن، مسألة المساواة لم تعد مشروعة بالنسبة لنا، ما بتشبه المطلوب. صحيح صحيح. هلأ إذا نتحدث دكتورة هناء هيك شوي عن الأدب والشعر، يمكن بلشتي قصيدة ببداية الفقرة، هي قصيدة يعني حسب معرفتي يعني أو إلمامي شوي بالشعر وجدانية، هي وجدانية وتتحدث يمكن عن العشق. صحيح. ودائما بنشوف العشق يمكن يكتب عن العشق الرجال، فأنت وصفت العشق بصورة كتير جميلة، فأحكي لنا كيف هذه المرأة والكتابات الشعرية والصور التعبيرية. أنا تعمدت هذه القصيدة لسبب بسيط جدا. نعم. إنه بقي للمرأة الآن الأديبة هذا الحق وما زالت تبحث عنه. دائما تجدي المرأة الأديبة أو الكاتبة مضيقة ضمن حدود معينة لا تستطيع التعبير لأسباب كثيرة، المجتمع الذي نعيش فيه، صحيح، التشريعات الموضوعة من حولنا، صحيح، الرجل يستطيع أن يكتب ما يشاء وأن يعبر عن كل آرائه بكل أريحية وبكل 100%. قدرة، المرأة تجد نفسها ضمن ضوابط معينة تحصرها. صحيح. لذلك تجد الرجل الأديب والشاعر والمثقف يعني بأعداد أكثر من النساء، هذا سبب مهم جدا إنه المرأة دائما في يعني ضوابط وقيود هي التي تحصرها. صحيح. فتعمدت أن أبدأ ليس كسرا للقاعدة، إنما لأن المرأة ما يعني لديها القدرة أن تعبر عن هذا الأمر لكن ضمن ضوابط وحدود معينة. صحيح. هو التعبير لما بيكون في مكانه يعني الحب والعشق والغزل يعني من زمان، فهو ليس بالشيء العيب إذا كان ضمن صحيح. حدود الأدب يعني والكلام الجميل والموزون اللي يعني أتحفتينا فيه. شكرا. صباح دكتورة هناء. يعني هلأ عم بنعرض صور يمكن لحضرتك وخلال حفل توقيع كتابك. كتابنا. فهلأ يمكن لازم نحكي الشعراء. عن كتابك شو كان اسمه بعنوان؟ لعنة الشعراء. لعنة والديوان الشعراء. نعم، هو الديوان الأخير كان في 26/2 توقيع الديوان في مسرح عمون. ألف مبروك. الله يبارك فيكي. هذا الديوان غلب عليه الطابع الأنثوي، لذلك أنا يعني سعيدة أنك الآن تحدثتي عنه. نعم. لكن تحدث عن المرأة الأنثى، المرأة الأنثى وليست المرأة العاملة البرلمانية، لا، تحدث في أو يعني أغلب الموضوعات التي تطرقتها في هذا الديوان عن المرأة الأنثى اللي يمكن بتاخذ الجانب العاطفي أكثر، الرقيق اللطيف الجنس اللطيف. أنا وصفتها أنها لا زالت في هذا الجانب مضطهدة، مضطهدة من الرجل، مضطهدة في عدم قدرتها على التعبير عن مشاعرها، مضطهدة في مساحات شاسعة من هذا البوح اللي بداخلها ولا تستطيع التعبير عنه. صحيح. دكتورة هناء، يعني هلأ هيك خطر ببالي سؤال، وانت حضرتك عم تتحدثي عن لعنة الشعراء وعن المرأة بصفاتها خلينا نقول الأنثوية اللطيفة، هل بتشعري المرأة القوية اللي ممكن تكون عندها الجانب الأنثوي بشكل كتير كبير؟ لأن أنا بعتبر كل امرأة عندها الحب والحنان والعطف والجانب العاطفي موجود بشكل كتير كبير، لكن المرأة القوية اللي عندها منصب عندها ماسكة زمام الأمور هل بتحسيها ممكن تكون مخيفة للرجل، ممكن ما يشوف فيها الجانب الأنثوي اللي ممكن أنه يكون موجود فيها؟ تبقى في النهاية أنثى مهما وصلت، تبقى يعني في زاوية في داخل المرأة تبقى هي الأنثى ما وصلت، لكن شخصية المرأة وطبيعتها ما تتسلمه من مناصب، ما تحمله من سلاح بشهادة معينة،
تجعل دائما لها رهبة وشخصية مستقلة عن الرجل، فعلا تجعل الرجل ينظر لها نظرة أنها يعني مميزة أو أن هناك شاسع وبوح كبير بينه وبينها. لذلك يعني تحتاج هذه المرأة بالذات أو هذه النوعية من السيدات تحتاج من يستطيع أن يسبر غورها ويصل إلى ذلك الجانب الأنثوي الموجود فيها، فهي هالة معينة تضع حول نفسها، لكن في النهاية كل امرأة ما وصلت هي بداخلها صحيح. أنثى. كلام جميل، يعني هذا اللي طبعا احنا واثقين فيه، لكن حبينا اكيد نسمعه من حضرتك دكتوره هناء. بدنا نكسب هيك شوي الوقت ونسمع منك قصيده اخرى. راح اقرا لك قصيده عن الجانب اللي الان تحدثت عنه، اللي قلت لك فيه المراه التي تبقى انثى، يعني المراه الانثى اللي بداخلها انثى مهما قويت، مهما شعرت بحاجتها للرجل، لكن في النهايه تشعر هذا الرجل انها هي ايضا يعني باستطاعه أن تتخلى عنه أو أن تستغني عنه. القصيدة بعنوان المتمردة. المتمردة. نعم. برقة الأوصاف شمس صافية، ومعي المعاني كم تلين شفافية. حواء ما الدنيا بغير حنانها، هي مولد للضوء حضن العافية. أنا من سلالات الكرام عريقة، والعز تاج العطر من أحلافيا. أنا لست خلفك، أنا لست خلفك من سباتك قمتلي، شمس أشعتها بحبك صافية. وأضم قلبك كالصغير كخافقي، أحنو عليه لمر جرحك شافية. شيدت قصري في وريدك فرحتي، أن جئت أرقص في فؤادك حافية. أنثى أنثى وعلمت الطيور غناءها، من حزن عين في جفونك غافية. عطرية والشمس خاتم إصبعي، وعلي لا تخفى بقلبك خافية. إن بحت عشقا كنت عبد أنوثتي، والذنب ذنبك إن غدوت مجافية. حواء موسيقى الطبيعة روحها، فعلام ألحان المعذب جافية. لا أقبل الشركاء طبعي في الهوى، لا ألف لا أنا سر لا النافية. وأنا الترفع عن مزاج مخادع، عرشي له اتسعت سمائي الوافية. ضيعت قلبك لم أضع، فأنا التي أحيتك ميتا إن روحي دافية. حواء والطبع الأصيل حليفها، صدقا بها والله تحلو القافية. وتظل المرأة هي يعني أصل هذا الشعر، لأنها هي قافية في الشعر صحيح. هذه الأنثى. الله عليك يا دكتورة، يعني يسلم تمك، يسلم إحساسك، يسلم ألمك، يعني كلام جميل ووصف رائع، يعني هذا اللي بنتمناه إحنا. يمكن مرات كتير بقول بيوم المرأة جميل إنه نستعرض الكثير من الإنجازات والتحديات صحيح. وطموحات المرأة، لكن مرات لازم يكون في رسالة أيضا للرجل، لأنه إحنا بحاجة لإنه الرجل يعرف أكثر المرأة ويفهمها ويدعمها ويوقف جنبها. فإحنا رسالتنا دائما وأبدا أن المرأة موجودة يعني دائما صح. وتستطيع أن تحقق نفسها، هي بحاجة لذلك الرجل أن يكون داعم لها بالتأكيد صحيح. لكن إن كان ندا لها أو وقف في وجهها فهي ليست بحاجة له، قد تضعه جانبا لتسير في طريقها في النهاية. صحيح 100%. دكتورة يعني هيك في آخر سؤال، خلنا نقول ندمج سؤالين مع بعض، نعرف عن إنجازاتك وأيضا مشاركتك بشاعر أمير الشعراء مسابقة أمير الشعراء، وإنجازاتك ومشاركاتك، وأيضا خلنا نقول يمكن طموحاتك في المستقبل. سيدتي أنا يعني الحمد لله شاركت في كثير من المهرجانات الشعرية في الأردن طبعا وخارج المملكة الأردنية الهاشمية، ولا زلت يعني مستمرة، يعني بعد أيام مشاركة بمناسبة يوم الشعر العالمي في قطر، في المشاركة أيضا مهرجان في قطر. على الجانب الآخر مشاركتي في مسابقة أمير الشعراء يعني في موسمها السادس الآن، لا زلنا في المراحل يعني الأولى من المسابقة، لكن هي يعني على الصعيد العام هي مسابقة ممتازة صحيح.
أعطت فرصة لأي إنسان دخل في هذه المسابقة أن يكتشف أنه يعني لا يعني على الأصل أن لا يكون مغلقا على نفسه، أن ينفتح على العالم الآخر. أطمح بأن أكون يعني شيئا مميزا في عالم الشعر، أطمح بأن أحقق أو أحدث ثورة في عالم الشعر. فالشعر لم يتوقف عند حدود معينة، وسأحدث ذلك إن شاء الله قريبا. واضح من كتاباتك ومن شعرك دكتورة هناء، واضح أنه إن شاء الله رح تقومي بهذه الثورة الأنثوية الجميلة بكلماتك وإحساسك الرائع. طبعا نتمنى لك كل التوفيق، سعيدين بوجودك معنا. وطبعا أخيرا بنقول دكتورة هناء البواب كل عام وأنت بألف خير، وإن شاء الله لعنة الشعراء ديوان دكتورة هناء البواب موجود، يعني أكيد من أخذنا هيك نبذة قصيرة عنه، لكن ننصحكم أكيد أنكم تشوفوه وتقرأوه وتحسوا بكل كلمة كتبتها دكتورة هناء. شكرا لك. شكرا شكرا شكرا. ومشاهدينا فاصل قصير وراجع.